ولنجزين الذين صبروا طبعا. وصلنا الآن إلى مقر الاحتفال وهذا هو الميدان. طبعا هذا الميدان راح اليوم يشهد تخريج الدفعة السابعة من أبناء الوطن. طبعا هذه اللقطة أخذها لكم من المنصة، راح يكون فيها كبار الزوار إن شاء الله، وتم تخصيص أيضا أماكن خاصة للعائلات. طبعا الخيمة اللي تشوفها قدامنا الآن هي مخصصة فقط للنساء، وهذا المدرج طبعا لأولياء الأمور بشكل عام، وهنا أيضا مدرج آخر. الحمادي شو اللي بيصير اليوم؟ اليوم لأول مرة بيصير عرض عسكري كامل. العرض العسكري بيكون فيه انزال وفيه مداهمات وفيه دخول مكافحة شغب ودفوع مدني. عموما هي الفكرة انه شباب الخدمة الوطنية ايش خذوا؟ العرض كامل تنفيذه واخراجه من شباب الخدمة الوطنية. هذه السيارة مجهزة كاملة لنقل الحفل نفسه. نقل الحفل تابع سلاح الإشارة سلموها شباب الخدمة الوطنية. ما شاء الله عليهم. هذا طبعا جزء خاص لأولياء الأمور صح؟ نعم. كل الأمور إن شاء الله حيكونوا موجودين هنا في هذه الزاوية. يعطيهم العافية. طبعا السردات النهائية ما شاء الله حنشوف شيء ممتع وشيء مفخر إن شاء الله لشباب قطر. هذه الآليات إن شاء الله نشوفها مع بعض اليوم في عرض الخدمة الوطنية في التخريج، بيكون لها دور كبير إن شاء الله. سيارات القوات الخاصة التابعة للجيش. التدخل السريع. والآليات أيضا راح نشوفها اليوم معنا إن شاء الله. هذه سيارات الأخوية لمكافحة الشغب. أيضا راح تكون موجودة في العرض؟ تكون موجودة في العرض. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. والكل ينتظر ساعة إن شاء الله تكون البداية، وراح نشوف فخر شبابنا هالقطر إن شاء الله. مرحبا وسهلا مستر ستيف. شو فاين؟ اسمع نبي سالم، سالم رقم سالم، سالم قدامك الميدان ولا شيء. كل الأمور متواجدين، تشوفون عيالهم إن شاء الله اليوم في حفل التخرج.
انا حلو اليوم اركب صاحبك مايا شكله اليوم سويا
اليوم يوم الفداء، اليوم تخريج الدفعه السابعه من حماه الوطن. وفق الله الجميع في خدمه بلدنا الحبيب قطر. وقامت قوات الشر بالاستيلاء على بعض المناطق الحيوية وزرع نقاط للمراقبة لتأمين القوات اللاحقة، فأصدرت القيادة العليا أمراً للقوات البرية بتطهير المنطقة من العدو والقضاء عليه. السرية الأولى عينت الفصيل الأول راقب. للتقدم الساعد حويرة، تقدم حويرة، تشكل حويرة، خذ الأرض مجموعة الأولى، تقدم للتحقيق معه.
إلى المكان المحدد من قبل قائد نقطة الغلق والتفتيش للتعامل مع الزلزال، وقد تمركز الأفراد بالتشكيل المناسب لهذه العملية. كما تشاهدون، وصلت السيارة المطلوبة في يسار يمين الميدان إلى نقطة الغلق، وقد قام أفراد النقطة بإعطاء أمر الوقف للسيارة، لكن سائقها لم يمتثل وأكملت السيارة المطلوبة تقدمها باتجاه وسط المدينة. الآن تقوم مجموعة نقطة الغلق والتفتيش بمطاردة السيارة كما تشاهدون في يسار الميدان. تم الانتهاء إذن من تطهير المبنى وتأمين المكان من العدو، كما تم استسلام أحد الأعداء ليتم تسليم الرجل للسلطة المدنية. مجموعة من المتظاهرين من أمام المنصة المنتصف ويقومون بالتجمع في وسط المدينة مطلب المظاهرات والتخريب، وأن عليهم اللجوء على إلى القضاء وأصحاب الاختصاص في ذلك. يا جماعة يا جماعة اسمعوني، نطلب منكم مغادرة المكان. تواجدكم في المكان هاي غير قانوني. تكون ناجحة، وعلى إثر ذلك تطور الموقف كما تشاهدون إلى محاولة الاعتداء على دورية التفاوض، مما نتيجة أعمال الشباب.
محمد عمير ناصر الرمزاني النعيمي. يا شباب خلصتوا؟ خلصنا يا ابو علي خلصنا. الله يبارك فيك ان شاء الله. يلا 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 مع بعض. عافية جاسم. كل التقدير ومن هو وعلي. يا هلا. يعطيك العافية. موفق ان شاء الله. مبروكين. مبروكين مبروكين. يا مرحبا عليكم السلام. والله يحفظهم ان شاء الله. يا مرحبا يا شيخ شلونك؟ عزيز عود شلونك عقيد الحين؟ الله يسلمك. المناهج او البرامج بالنسبه للمعانا من دفعه الى دفعه.
وانتم تقولون كان بالتطور ولا ما بالتطور؟ التطور واضح وبين والكل يشهد به، واحنا نشكر العميد السعيد على جهوده وعلى زملاء كلهم اللي ساعدوه سواء من الهيئه ومن خارج الهيئه. هذا خدمه وطنيه لجميع الوطن والجميع شارك فيها، والنجاح فيها نجاح للجميع. كلمه للخريجين ساعتك يا اختياره الشخصي، بحيث الشخص من بداية المشروع يختار البرنامج اللي يتناسب مع مهاراته ويتم توظيفه في هذا البرنامج. هذا خدمة وطنية لجميع الوطن والجميع شارك فيها، والنجاح فيها نجاح للجميع. كلمة للخريجين ساعتك. Come on!
في المشاة العسكرية من الكتيبة الأولى المجند ناصر عبد الله ناصر الفاني. نعم سيد. إلى الكتيبة الثانية محمد عمير ناصر الرمزاني النعيمي. البندقية حصل على المركز الأول من الكتيبة الأولى المجند عبد الله ناصر سعيد الجفالي النعيمي. اللياقة البدنية حصل على المركز الأول من الكتيبة الأولى المجند راشد صالح علي المري. المركز الأول من الكتيبة الأولى المجند خالد عقيل أحمد. فهو لهذا المجند الذي تحصل على المركز الأول في رماية المسدس والمركز الأول في اللياقة البدنية من الكتيبة الثانية المجند حمد راشد سالم المري. هؤلاء أبناء قطر تسابقوا إلى ميدان الشهادة
نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن وبذلوا النفس والنفيس. سيدي، تلقى هؤلاء الخريجون التعليم النظري والتدريب العملي على المهارات العسكرية المتنوعة، بدءاً من التدريب الأساسي مروراً بالتدريب الجماعي، حتى أصبحوا صفاً واحداً وسداً صامداً للوطن. الثانية، حصل على المركز الأول في رماية البندقية المجند سعيد حمد دحدوح المري.